خلينا نروح نعرف آخر تفاصيل ودرجات الحرارة المتوقعة، تفاصيل الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة مع منا. يا منا أهلا بك يا حسام. أهلا. درجات الحرارة بتواصل الارتفاع بالرغم من أن احنا فلكيا النهاردة أول أيام الخريف، لكن برضو ده ملوش علاقة بأن احنا ماشيين بخطة ثابتة إن شاء الله ناحية فصل عندنا الشتاء، أمل وأن الجو إن شاء الله هيتحسن إن شاء الله. اتفضلي منا. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة يكون في ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، والطقس هيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وهيكون معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب البلاد. بالليل الطقس هيكون لطيف على شمال البلاد ولغاية القاهرة الكبرى ومعتدل الحرارة على باقي الأنحاء. وفي كمان النهاردة نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وفي كمان شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. خلينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة 36-23، الإسكندرية 32-24، مطروح 30-23، سيوة 38-20، بورسعيد 31-25، دمياط 31-22، الإسماعيلية 36-22، والسويس 36-23. العريش العظمى فيها 31 والصغرى 23، كاترين 31-17، طابة 35-25، شرم الشيخ 38-27، الغردقة 37-26، الفيوم 36-23، بني سويف 37-23، والمنيا 38-23. أسيوط العظمى فيها 38 والصغرى 22، سوهاج 39-24، قنا 41-25، الأقصر 41-25، أسوان 42-25، الوادي الجديد 41-22، شلاتين 38-27، أما حلايب العظمى فيها 33 والصغرى 28. خلينا نرجع لحسام وجمانة نكمل باقي فقراتنا وأخبارنا. شكرا جزيلا يا منى. شكرا.